سبحان الذي لا تغيب ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله سبحانك رب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ليس كمثلك شيء سبحانك رب ما أعظمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خاتم النبيين المبعوث رحمه للعالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر نضرب لكم موعدا جديدا ضمن برنامج ضحى قناه القران الكريم نسعى لخدمتكم نسال الله تعالى ان نكون عند حسن ظنكم وخير ما نبدا به مجلسنا ايات بينات من الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك في هذا الصباح رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا يسعى الانسان في هذه الحياه الدنيا الى التضرع والسعي في طلب الرزق والدعاء والذكر اللهم ارزقنا وعافنا واعف عنا وامطر علينا امطار الخير على البلاد والعباد الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك اهلا بكم مشاهدينا من جديد اليوم هو اليوم التاسع من وثلاثة 2023 الموافق للسادس عشر من جمادى الامة الاولى جمادى الآخر عفوا هذا الشهر الهجري الذي سمي بجمادى الاولى وهو مع تزامنه الدائم مع الفترة التي يتجمد فيه الماء من شدة البرد احداث تاريخية عظيمة وقعت في هذا الشهر منها وفاة خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنها العام ثلاثة عشر للهجرة وعمره ثلاثة وستون عاما كما حصل في هذا الشهر حيث تمكن المسلمون بقيادة عمرو بن العاص من فتح مدينة الإسكندرية وعرف هذا الشهر أيضا وفاة هارون الرشيدة وهو من اورع الحكماء وهو اشهر الخلفاء الراشدين فسحه انشاديه ونعود بعد قليل شعرا ونثرا يطيب الكلام بمدحك فعلا ويلهم قلبي شعرا ونثرا محمد نور يضيء المداد، ووجهه بدر يسامق بدرا محمد سميت بدرى عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حبيب عم الامان ملكت القلوب حبيب القلوب طويت الغروب وعتم الظلام طويت الغروب وعتم الظلام عليك الصلاه عليك السلام عليك الصلاه حبيب ظلوعي وأغلى وأغلى غرام بكم مشاهدينا من جديد أنتم على المباشر ضمن برنامج ضحى قناة القرآن الكريم ربورتاجات وأركان وفقرات بانتظاركم نبدأها مع ركن نفحات إيمانية بعد فاصل قصير نرحب واياكم مشاهدينا بالامام الاستاذ زكريا عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه عاطره ان شاء الله لكل المشاهدين الاكارم في هذا اليوم المبارك ده. يوم الاثنين ونسال الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد والقبول والاخلاص. امين يا رب العالمين، نتحدث اليوم عن قيمة الحياء وهو ياتي ضمن سلسله صلاح الفرد والمجتمع. الحياء من من اهم الصفات التي يتزين بها الذكر والانثى، اليس كذلك؟ بلى نعم. اكيد، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام نعم. على رسول الله. نعم صلاح الفرد والمجتمع يكون بصلاح القلب نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في الحديث المعروف قال: الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيكون صلاح القلب ومنه صلاح الفرد والمجتمع بعده خصال وبعده قيم من أهم القيم هي قيمة الحياة ولهذا إذا جئنا مثلا كلمة أخرى مرادف لها ألا وهي الحياة يعني الحياء والحياة يعني تقريبا منطبقان وكلمتان مترادفتان فاذا كان الحياء يكون تكون الحياه حياه القلب وحياه الفرد وحياه الامه وحياه حياه المجتمع واذا لم يكن الحياء يموت القلب ويموت الفرد ويموت المجتمع ولهذا الحياء يساوي الحياه وايضا اذا جئنا الى هذه الصفه المهمه ذكرها النبي صلى الله عليه <applause> وسلم في شعب الإيمان في الحديث المعروف الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون والبضع من ثلاثة إلى تسعة الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. العلماء هنا يتسائلوا يقول لك يعني ثلاثة 73 شعبة، عليه النبي عليه الصلاة والسلام مثل بشعبة واحدة بالحياء فقط. لماذا؟ لأنه هو رأس القيم. الحياء هو رأس الأخلاق، يعني إذا تهدم الحياء تتهدم كل الأخلاق الفاضلة. ولهذا نحذر حذار أن تسقط اللبنة الأولى من الحياء. اذا سقطت اللبنه، سقطت الاجر الاولى من من الحياء سينهدم البيت للاسف الشديد. الحياء يكفيه شرفا ويكفيه فضلا ان الله سبحانه وتعالى اتصف به كما جاء في حديثين الحديث الاول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم يستحي، هاي كلمة يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين كما جاء في رواية أخرى. يعني يستحي الله عز وجل يستحي من عبده، ولهذا نقول اللهم يا رب لا تردنا في دعائنا، اللهم يا رب أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. ايضا في حديث اخر صعد المنبر النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان الله حي ستير يحب الحياء والستر ان الله عز وجل يحب الحياء. ايضا الحياء اتصف به انبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. سيدنا موسى عليه السلام كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام كان حي ستير ولا يظهر شيئا من جلده عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ولهذا الله سبحانه وتعالى كافاه بامراه حيه ستيره عفيفه طاهره فجاءته احداهما تمشي على على استحياء، يعني مشيتها في استحياء فيها حياء وهذه صفة المرأة تمشي نعم. على استحياء، وإذا لم نقف في هذا الموقف يعني حتى الوقف والابتداء يغير المعنى، نعم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت يعني حتى الكلام لم يكن فيه الخضوع في الكلام، وإنما كان كلام فيه حياء، وهذا الذي ينبغي للمرأة المسلمة العفيفة الطاهرة أن, أن تمشي في حياء وأن تتكلم في حياة والكلام يكون له أطر شرعية ويكون له موازين فهذا هو الأصل أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق تصف بهذا الوصف كان كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم فكان حي عليه الصلاة والسلام وفي يوم من الايام كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس وكاشف على ساقيه فدخل ابو بكر استاذن ابو بكر الصديق رضي الله عنه فاذن له النبي عليه الصلاه والسلام ولم يغير شيئا من حاله ثم استاذن عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاذن له النبي عليه الصلاه والسلام ولم يغير شيئا من حاله ثم استاذن منه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين فأذن له وغطى عن ساقيه فلما ذهبوا سألته عائشه رضي الله عنه قال يعني دخل ابو بكر وهو ابوها ولم تغير ودخل عمر ثم لما دخل عثمان يعني غطيت عن ساقيك فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة يعني كانت الملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين أيضا في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار وكان يعاتب أخاه عن الحياء يعني يقولوا على راك تستحي وما تستحيش بزاف ولا ذلك فقال له النبي عليه الصلاه <سؤال> والسلام دعه يعني لا تعاتبه فان الحياء من الايمان وجاء في حديث اخر لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء نعم. نعم استاذ ما هو اثار الحياه الحياء عفوا على الذكر والانثى كيف ينعكس يعني على السلوك ضمن الحياه نعم نعم اكيد يعني الانسان نعم. اذا كان حيا وهذا لابد أن يتحلى الإنسان به يكون الإنسان يعني فعالا في المجتمع يكون الإنسان إيجابيا لإنسان يعني يكون بطبعه متخلق بكل جميل. الأخلاق الفاضلة وكل الأخلاق الحسنة لأن أصل الأخلاق كما قلنا هو الحياة فلهذا الإنسان يعني لابد بعض الناس يعني هذا الحياء متجبل فيه يعني خلق الانسان يستحي نعم. والانسان اذا لم يكن هذا الامر يكتسبه يعني يجتهد حتى ان يكون حييا وهذه الاخلاق يعني لما نقول انسان لابد ان يجتهد فيه ليس بين عشيه وضحاها نعم. وانما لابد من مقاومه ولابد لها من مجاهده ولابد لها من نعم. صبر ومصابره خاصه بعض الناس يعني طبائعهم تختلف صح. الطبائع فلابد الانسان ان يجتهد ويتذكر بان هذا الحياء شعبه من شعب الايمان، وبان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتصف به ولكن في رسول الله اسوه حسنه فلا بد ان نعود الى الحياء فنحن امه الحياء، واذا ذهب الحياء فكبر اربعه لوفاه هذا الانسان، ولهذا قلنا الحياء يساوي الحياه. نعم،, نعم. وهل للحياء انواع؟ اكيد نعم, نعم. هناك ثلاث نعم. انواع للحياء نعم. النوع الاول هو الحياء من الله سبحانه نعم. وتعالى نعم. ولهذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي نعم. الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء نعم. ولازم نركز على حق الحياء نعم. فقال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد نعم. لله وما قالش ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انا لا حق الحياه، لا عرف روحه وعرف الصحابه بانهم مقصر مقصرون، فماذا نحن نقول؟ قالوا انا لَنَسْتَحْيِي والحمد لله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس ذلك وانما الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى أن تحفظ الرأس وما وعى يعني تحفظ جوارح الموجودة في الرأس أن تحفظ هذا السم هذه جارحة الأذن الإنسان لابد أن يحفظ هذه الجارحة وهي من أعظم النعم نعم. يعني اعظم النعم هي نعمه السمع، سمع. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما يمتن على الناس يمتن دائما يبدا في القرآن سمع في, سمع في كل القرآن الا موضع واحد نعم. وجعل لكم السمع نعم. والأبصار, والأبصار نعم. والأفئدة، نعم. فكيف الانسان يعني يعطيه الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم. الله عز وجل يعطينا هذا النعم والا نستحي منه. لو أن إنسان يعني يكرمك ويغدق عليك من الهدايا ويكرمك في الدنيا ويعطيك فالإنسان يستحي منهم ويقابل هذا الإحسان بالإحسان ودائما تذكره بخير وتثني عليه هذا الإنسان ما شاء الله ومن أكرمك فقد ملكك فما بالكم بالله سبحانه وتعالى الذي يعطينا هذه النعم مم. التي مم. لا تعد ولا تحصى وأيضا ان تحفظ الراس وما وعى ايضا جارحه البصر. البصر فالانسان الا ينظر الا ما احله الله سبحانه وتعالى ان يستعمل هذه الجارحه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى نعم. حذر الانسان ان يرى الحرام وايضا من الجوارح الموجوده في الراس ان تحفظ الراس وما وعى جارحه اللسان نعم. وهي اخطر جارحه فكثير من الناس من يطلق لسانه العنان نعم. وألا يستحي من الله سبحانه وتعالى ويستعمل هذه الجريحة في الغيبة يعني يختاب الناس ويتكلم على أعراض الناس في بعض يعني الناس للأسف شد ما يحلالوش المجلس إلا ولازم يتكلم على فلان ويتكلم نعم. على فلانة وفلانة دارت وفلان دار وكذا ويتكلم في عورات الناس ما ينسى نفسه نعم ما ينسى نفسه نعم. ويقول الشاعر اذا رمت يعني اذا شئت اذا رمت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك هذا اللسان لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس السن وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس اعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن حتى نحقق الحياة لا بد أن نحفظ جارحة اللسان معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قال يا رسول الله أم آخذون بما نتكلم يعني أي كلمة سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فهذا اللسان يعني حذاري لا يلدغنك فانه ثعبان كما جاء في بيت اخر فهذا يعني ان تحفظ الراس وما وعى جارحه الاذن وجارحه العين وجارحه اللسان وان تحفظ البطن وما حوى يعني ما امام البطن يعني أن يدخل الإنسان الحلال لقمة الحلال إلى بطنه وأن يحفظ باقي الجوارح وأن تذكر الموت والبلا أيضا من الاستحياء من الله سبحانه وتعالى الإنسان يتذكر الموت ويتذكر البلا وش معنى البلا؟ يعني البلا هو الشيء الباري يعني الإنسان يتذكر بأنه في القبر سيبتلى يعني واللي قطع متفتتة هذا هو البيلع. وان الانسان يعني يترك زين يتذكر الاخره ويترك زينه الدنيا فيقول النبي عليه الصلاه والسلام فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، هذا النوع الاول وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني هو الحياء من الناس، هذا الحياء من الناس وهي المجاهره بالمعصيه. كل أمة معافى إلا المجاهرين يعني هذا الإنسان أن يجاهر بالمعصية هذا الإنسان يعني مقطع ليس جميل مقطع يخدش الحياة ونحن نتكلم عن الحياة يعني يبثه في مواقع التواصل الاجتماعي والآن للأسف الشديد مع مرور الزمن أصبح إلف المعصية. وش معناها الف المعصيه يعني سابقا ممكن قبل عشرين سنه 25 سنه 30 سنه كاين بعض المناظر وبعض الصور يعني ما يستطيعش الانسان إن يشوفهم في العائله مع الوالدين مع الاخوه لا. الان بمرور الوقت الفنا بعض الامور ولا يعني امور عاديه وهذا سقط الحياة للاسف الشديد فالانسان يعني حذاري ان يالف هذه الامور وتصبح شيء عادي، شيء طبيعي، لا فهذا يعني ولهذا قلنا كما قلت في البدايه يعني حذاري ان تسقط اول لبنه من لبنات الحياه، فالانسان يستحي من الناس وحذاري ان يشهر بعض المقاطع التي تخدش في الحياه في في شبكات التواصل الاجتماعي. ايضا النوع الاخير وهو الحياء من النفس يعني تستحي من نفسك نعم. فهذا الاستحياء من النفس الا يعني تحصل الله عز وجل في خلواتك يعني الانسان هذا الانسان لما يكون يعني لنفسه يختلي بنفسه يعني يرى ما لا يحل له ويفعل بعض المعاصي وجاء في الحديث الذي نختم به يقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني يوم القيامه ياتي اناس بجبال مثل التهام من الحسنات يعني لهم حسنه مثل الجبال ولكن تصير هباء منثورا يتعجب الصحابة قدمنا إلى ما عملوا, ما عملوا فجعلناه هباء منثورا من هؤلاء يعني يصومون ويصلون وربما يقومون من الليل ولكن إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى ويقول الشاعر اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما يخفى عليه يغيب فنسال الله سبحانه وتعالى ان ان يمتعنا بالحياه وان يجعلنا من الحيين باذن الله تبارك وتعالى امين نسال الله تعالى ان يلبس علينا لباس الحياء شكرا آمين جزيلا الاستاذ زكريا نطلع نلتقي الاسبوع القادم موضوع اخر يعني إن, شاء الله إن, شاء الله الله ان شاء الله بارك الله فيك نعم شكرا بارك نعم شكرا مشاهدينا الان وبعد قليل تتابعون ركن ابناؤنا جواهر وللحديث اكثر تتابعون ريبورتاج حول حقوق الطفل وحمايته من الادمان الالكتروني من امضاء الزميله امال خليفي صباح الخير معك الهيئة الوطنية لحماية وتقية الطفولة <applause> تفضلي مدام نعم تفضلي مدام مرحبا بك لا لا قدر أنت مدام يعني في الدار تتحكمي فيه مدام تقومي معاه معاه بأشغال يدوية مدام يعني ديري له رياضة إذا ممكن مدام هو واحد من الاخطارات التي يتلقاها مركز الاتصالات بالهيئه الوطنيه لحمايه وترقيه الطفوله على رقمها الاخضر 1111 وهي ام تستنجد علها تجد حلا لوضع ابنها الذي يقضي اوقاتا طويله على الانترنت الانترنت او الفضاء الازرق او الشاشات ظهرت هي الخطر الصامت اللي لم يلتفت ليه انسان في بدايته واللي اليوم اصبح الاخصائيين واللي اصبح المطلعين على قضايا الطفوله يدقون نقص الخطر باعتبار انه كل ما يستقطب طاقات الشباب والاطفال نتاعنا الصغار ويمنحهم من انهم يكونوا اسوياء في مجالهم يعني حتى في التكوين والتنشئة التنشئه تاعهم اللي راح تضيف لهم المهارات واللي تعطيهم هذه الشخصيه المتزنه اصبحت بالنسبه لنا حنايا واحده من الاولويات اللي يجب ان نسطرها واحد من الاولويات اللي يجب اننا نضع عليها الكلام لتبسيطها للاصغاء لمعاناه العايلات للاصغاء للامهات ظاهره ادمان الاطفال على الانترنت وعلى الالعاب الالكترونيه ظاهره تعاني منها معظم البيوت ان لم نقل جلها فالشاشات الصغيره اصبحت تحتل حيزا كبيرا من حياه اطفالنا الذين يجهلون بحكم عدم نضجهم وعدم ادراكهم خطوره ما وراء الشاشه وهنا تعمل الهيئه الوطنيه لحمايه وترقيه الطفوله على تكوين المربين وتوجيه الاولياء تعرفي انه الادمان يحتاج الى مرافقين متخصصين، كذلك يحتاج الى التوعيه للاولياء، احنا تعودنا انه في الاساليب التربويه تاعنا اذا كان الكلام بسرعه ما 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 افادش او ما عندناش نتائج سريعه، مباشره يكون الى عنف الى استعمال الضغط، استعمال السلوكات اللي ممكن انه في الاساليب التربويه قد تزيد الطين بله، بمعنى انه الطفل يحتاج الى مهارات اخرى اللي تخليه انه يكتسب الثقه، العلاقه مع الطفل عندها خصوص. سوسيا وهذا الاخصائيين اللي عندنا اللي عندهم هذه اللغه يقدروا يسمحوا للاولياء انهم يفهموا الظاهره بحد ذاتها يعطيوها حجمها انهم يعتمدوا على مراحل كيف يمكن لي اني نعوض هذا الادمان بالعوده الى نشاطات حقيقيه في الواقع كيف يمكن لانني نرافقه لا يمكن اني نطلب من ابني انه يصارع ضد التيار وانا ما نساهمش معاه في اني نعرف هذا المجال ونعرف هذه الضغوطات اللي راهي عنده نعرف على الاقل هذا العالم اللي راهو عايش فيه، الاولياء عندهم مسؤوليه ادراك العزله، قله النوم، عدم التركيز في الدراسه وغيرها، اثار سلبيه على صحه ونفسيه ابنائنا وللاولياء المسؤوليه الاكبر في حمايه اطفالهم من العالم الافتراضي وابعادهم قدر المستطاع عن عالم الانترنت. هذه ليستو نتاع هذه التليفون هذه والله غير حاجه راهي يعني راهي شويه تضيع شويه في المجتمع تعي تعي ستر اطفال صغار يعيوا يعني انا اه يعني كيما اليوم هكذا ممارسو في الرياضه اليوم هكذا شويه راه مارسوا في الرياضه ان جوغ ان جوغ دو سيمان في عطله راهم حاجه مليحه يديروا ساعه ساعه ونص يعني أموت نقص لهم شويه داك الضغط تاع التليفونات وتاع اللي يقعد في الدار بزاف الظاهره هذه حاصلين بها فريمون ماذا بينا حنا يجوا لي زوندروا هكذا وين يقدروا يلعبوا ما كاش تليفون ما كاش يلعبوا بحاجه باش يقولوا صحيه وما تضروا ما تضر در... مليحه لصحتهم مليحه ما من الكور ديالو الاخر هذاك هو لو مالور تاع الدراري الصغار حنا ما نعرفوهش برك بالك حنا ما عشناش خلينا الدراري الصغار هذوما صح صح جوي ديالهم سي بيان هذا لي خلينا لهم لي جوي في الدار عوجناهم الاطفال ديالنا وخلاص التواصل المستمر مع الابناء ممارسه نشاطات رياضيه وثقافيه امور قد تبدو بسيطه لكنها بالغه الاهميه في الحفاظ على التنشئه الصحيحه لاطفالنا حياكم الله مشاهدينا الكرام عدد من جديد لقاء متجدد برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر وننتظر أسئلتكم التي نبني عليها هذه الدنيا والتي يستفيد منها من لم يسأل يا رب مرحبا عم ولذلك قصر الصلاة يكون في الطريق فقط ذهابا وإيابا أما إذا حل فإنه يتم صلاة هذه الحلقة التي نخصص لإخواننا وخواتنا للإجابة عن أسئلتهم عن استفساراتهم تمرد روحك وتقول لي أنا نذرت للناس مع هذا النذر هذا باطل لأن كيفية الصلاة هي مكملة للأداء هذا هو الحقيقي هلا سألوا يوميا وعلى المباشر الساعة السادسة مساء على قناة القرآن الكريم أهلا بكم مشاهدينا الحديث اليوم عن مخاطر المواقع الإلكترونية والإنترنت على أبنائنا هذا الموضوع نتطرق إليه من خلال ركن أبناؤنا جواهر بعد فاصل قصير نعم ولاثراء الموضوع معنا الاستاذ احمد جعدي المختص التربوي اهلا بك سيدي مرحبا السلام عليكم ورحمه الله نعم. وبركاته والسلام على المشاهدين الكرام نعم موضوع اليوم مهم على ابنائنا تحصينهم من الغزو غزو الانترنت والمواقع الالكترونيه الخطر يحدق بهم من كل جانب نعم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اولا نحمد الله على اولا على نعمه الاسلام لاننا لما نتذكر اننا مسلمين تاتي كل الاشياء تباعا ابناؤنا جواهر الابناء هم ثروتنا هم امل امل بلدنا الواعد لذلك من الواجب ان نهتم بهم ونحصنهم خصوصا منذ نشاتهم لان البدايات هي الاهم الاساس يبنى في صغارهم اذا اهملناهم في مرحله في مرحله ما سنجني الدمار والوبال في في المستقبل. لا. لذلك تحصينهم لو نشاهد بان الاسلام الاسلام جاء ليحفظ للانسان لا. عقله، جاء ليحفظ له صحته، جاء ليحفظ له عندما يكبر ماله، لذلك من الواجب ان نغتنم ان نغتنم هذا الامر في 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 توسيعه وفي ادراكه، والادراك اولا وقبل كل شيء يكون من الاولياء. الاباء هم اولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود على الفطرة وأبواه فأبواه يهودانه أو ينصرانه نعم. أو يمجسانه نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم. إذا الإنسان أولاد التنشئة تاعهم هو مسؤول عنهم حتى يشبوا يشب وينضجوا على الطريقة الصحيحة الطريقة التي لا تضر بعقولهم ولا تضر بصحتهم مع التوسع الحاصل أن يعني لو نشاهد في القديم مع ابائنا واجدادنا كانت هناك كان هناك تاثير كان هناك كنا نشاهد التلفاز مثلا انا اتذكر في الصغر مع الاطفال هناك بعض المسلسلات تؤثر في الصغار فيقلدونها مثلا واحد مسلسل زمان جاب تاع مثلا كاين بعض بعض الاشياء مثلا كمسلسل تاريخي نعم. نشاهد كنا نؤلف مسرحيه هادفة. نعم. هادفه مسرحيه ونصنع اللحى من القطن ونمثل فيما بيننا نعم. كانت مسرحيات هادفه تاثرنا بمن شاهدناهم وبالقصه التي شاهدناها مع التوسع التوسع نعم. نعم. تغير المحتوى وخصوصا في المجال مجال الاعلام الالي اصبح العالم قريه صغيره نعم. وكل من هب ودب اصبح يمسك بهذه الوسيله وهو الذي يتمك او هو المتحصل وهو الذي يصدرها ويوزعها كيفما يشاء. نعم. لذلك اذا كان هذا الغزو اذا هذا من يقف وراء هذه الالات وراء هذه الشاشات لا نعرفه ونحن لم نحصن ابناءنا لذلك الابناء سيضيعون سيضيعون وينحرفون عن الجاده نعم اذا اهم شيء اهم نعم. شيء هم الاولياء لما يكونوا عارفين الهدف من وجودهم في هذه الحياه نعم المسؤوليه الان اصبحت كبيره للاباء والامهات ما هي الطريقه ربما التي يستطيعون ان يراقبوا ابنائهم او يحتويهم وسط هذا الغزو نعم هو اولا وقبل كل شيء وذكرتها مرارا في عده مناسبات نعم. هو الحوار، الحوار والتقرب من الأبناء نعم. لأن مع العمل الأم وعمل الأب ربما أحيانا الدنيا أصبح الوقت كثيرا لكن نراه يمر بسرعة نعم. لذلك ربما جلوسنا مع أبنائنا هو قليل جدا لو قارناه بما مضى نعم. الجلسة العائلية مراقبة الأبناء يجب أن نكون أوسع منهم بالا أوسع نعم. منهم فكرا لا ننزل إلى مستواهم نعم. وأيضا الأهم شيء لا نفعل لهم او ننفذ لهم كل طلباتهم، مم. انا في العصر هذا اي شيء يطلبونه ينفذ يبكي شويه او يحلل بابه او يمه شويه يشترون له ما يجب ربما كان الصغار اللي يملكون هواتف نقاله من اجل التخلص من صراخهم من من احراجهم من طلباتهم يقدمون له هذه الوسيله ولا يراقبان ما يرى وما يشاهد ربما نعم كاين بعض استسمح استاذ ما هو العمر الذي يمكن للاباء ان يعطوا ابنائهم الهاتف يعني اقل سن يمكن يسمح للطفل بان يملك هاتفا نقاط في كل المراحل المرحله نعم. من المفروض مع نعم. مع الجائحه الاخيره ومع نعم. الدروس التي تقدم عن بعد يجب على الولي ان يجلس مع نعم. مع ابنه فقط يبقى من المتوسط لكن إحنا الآن ربما نمنعه ولا نعطيه لكن يجد هذه الوسيلة عند زملائه في المدرسة نعم الفروق الفردية موجودة في الآباء في الأولياء هناك عقليات هناك الناس معادن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هناك من له مشرب من له اتجاه من له تفتح كبير على العالم لا يبالي باي شيء نعم. فيعطي الوسيله لابنه فيلتقي مع ذلك الذي ربما حذرناه لان الطفل يعاني نقول له جيد. لا تفعل كذا ولا تمسك كذا ولا ت... لما نوهن. يخرج الى الشارع يجد الكبار من يفعلون تلك الاشياء نعم. يجد الصحبه ايضا امام بوابه المدارس امام في الاحياء نلاحظهم دائما متجمعين حول الهاتف نعم. و يورون لبعضهم البعض لن الولي ما يشوفش يشوف, وش يشوف ربما بعض المقاطع خادشه بالحياه نعم. ربما يشوف امور عنف فيشب على تلك الاشياء اذا كانت هذه النظره وهذه الصوره يوميا والطفل الصغير ستترسخ في في ذهنه لذلك ردود الافعال والتصرفات الخاطئه هي نتاج نتاج او حصاد سنين لم نعطي لها اهميه هنا تكمن ربما اهميه المبادئ والتربيه الاسلاميه منذ الصغر للاباء نحو الابناء نعم هذا هذا ما يجب نعم. اذا عرف الانسان لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى ما نعم. هو ما هو الهدف من وجوده اذا كان الانسان مسلم ومؤمن يعرف واجباته وما يفعل نعم كما يقول اذا كنت هناك من يدري ويدري ويدري انه يدري يدري ويدري انه فذلك عالم نعم. عالم بالامور نعم. وهناك من يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك غافل ننبهه نعم. لذلك هنا أن التنبيه والعوده الى الجاده العوده الى الاخلاق الحسنه لان مهما مهما ذكرنا الانسان الذي يلمس النتائج لما يصل للندم حتى يتذكر ما فعله من سنين. لأن هناك بعض الحضارات التي تقدمت أو بعض في الغرب نعم. وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هناك بعض الدول هي جنة فوق الأرض بسبب الرخاء والوسائل المتوفرة. لكن رغم ذلك نشاهد بأن نسبة الانتحار مرتفعة مقارنة مرتفعة. بالدول نعم. المؤمنة بالله سبحانه وتعالى. نعم. الإيمان هو ضروري في تقدمنا وفي عيشنا. إذا كان بداخلنا نستطيع أن نعرف ما يجب علينا تجاه اولادنا اذا كان عندنا هدف هو التنشئه نعم. تنشئه الحفاظ على ابناء لماذا نحافظ عليهم من اجل ان يشبوا اقوياء عقليا وجسديا أكيد. نعم. لماذا لكي ينتجوا لكي يخدموا بلدهم لكي يساهموا في 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 فعل الخيرات في مختلف الجوانب هذا هو ما نحتاج اليه ولفعل هذا يجب ان نرافقهم كما قلنا منذ الصغر نعم. اذا كان ربيناهم على طريقه معينه من صغارهم لما يكبروا ما نوجدوش صعوبه في اضافه المزيد من الخير نعم. اما اذا كان منذ الصغر الهاتف في يديه ولا نراقبه يدخل ويخرج ولا نساله مع من مع من كنت ولا ماذا قلت وما الاخطاء التي ياتي بها نعم. من الخارج اذا كان مثلا يخرج يدخل في وقت متاخر من الليل اذا كان هذه الامور كلها اذا كان اصبح شابا سيضر نفسه أولا نعم. ويضر عائلته ويتمرد عليها وإذا أردنا أن نرجعه إلى السكة سيصعب الحال كثيرا نعم في هذه الحالة التي يصعب الحال فيها أن نتحكم في أبنائنا ما هي الحلول برأيكم أستاذ لمساعدة الأولياء في تحكم ربما في أبنائهم أو إرجاعهم إلى جادة الطريق نعم. الأطفال بطبيعة الحال لا, 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 لا يحتاجون إلى التعليمات او الى 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 النصائح الاوامر والاوامر مرفض. لذلك يجب عليهم نعم. يجب علينا أن, ان ندخلهم في مشاريع نعم. لان الطفل الصغير اذا كان اذا كان دخلناه في مشروع دون ان يشعر نعم. اذا كان اعطيناه المفيد دخلناه في وضعيات في 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 البيت او في الشارع نخليه هو يحل مشكلة هذيك نعم. خلق معين اذا لما ندخله في ذلك في تلك المشاريع كاين مشاريع عديده في المؤسسات الجواريه نعم. في البيت لما نخرجوا في رحله لازم تكون هادفه ندوه الى بعض المراكز هناك مثلا مؤخرا كاين مثلا في المساجد تحفيظ القران نعم. كاين الكشافه الاسلاميه كاين نوادي رياضيه نعم. ورغم ذلك يجب ان نتابعهم رغم اننا ندخلهم في هذه المؤسسات يجب ان تكون المرافقه دائمه الانسان يرافق نعم. لا راحة في الدنيا كما نعم. يقال لا نعم. راحة في الدنيا الولي يجب أن يتابع ابنه ويسهر عليه حتى رانا نشوفوا حتى يكبر ويتزوجوا يبقى الأب والأولياء يتابعون أبنائهم وعندهم هم نعم. هم الخير لهم والدعاء لهم بالخير نعم ربما لو تتكلم لنا عن دور الحوار الذي يبعث ويكون ربما يشكل جسرا منيعا بين الأب والأبناء نعم الجسر الذي يكون بين الاباء نعم. والابناء هي كما قلنا الجسر هذا يصنعه يصنعه نعم. الاولياء نعم. بابتعادهم عن ابنائهم قلنا العمل اذا كان العمل خارج البيت نعم. وياتي الاب متعب ايضا الجلسه الاسريه غائبه ايضا الزيارات زيارات الى الاماكن لا تكون مدروسه نعم. بل تكون تكون هكذا فقط لا هدف لها نعم. لذلك هناك في بعض المحطات التاريخيه او بعض بعض الزيارات الاسريه يجب ان يكون تكون هادفه من الاولياء نعم. المرافقه اذا كان الابن وجد اباه وابنه هناك حاجز خصوصا الصراخ مع التعب الابتعاد نعم. ابتعد عني خذ الهاتف واذهب إذهب الى الخارج ولا تعد كاين اللي ربما الاكل ياكل في الخارج لا يدخل الى البيت هذا كله سيؤثر ويوسع الهوى بين الاولياء وابنائهم نعم ربما استاذ نصيحه للاباء من عندهم ابناء صغار يعني لا يتجاوزون السنتين ما هي الاليات التي ربما يربون بها ابنائهم للتحكم فيهم عند الكبر هي اولا التلميذ منذ نعم. منذ ان يكون صغيرا هناك النمو النمو يكون يكون كما قلنا في المراحل الاولى نعم. يكون النمو الجسدي ثم بعده النمو العقلي نعم. لذلك الاب يجب ان يعرف هذه المراحل نعم. لما يعرف هذه المراحل حتى الكلام الذي يطلقه وهو صغير الحنان الذي يمنحه لابنائه الكلمات التي تصدر عنه نعم. ما يقولش هذا صغير ربما لا ربما لا يفهم نعم التحكم في الصغار ربما له اهميه كبيره بمكان والطفل الصغير ان لم تشغله شغلك اذا كان طفل الصغير ما تحكموش فيه وما عطيناش نعم. حاجه حاجه هادفه نرمي من ورائها الى تعديل سلوك فاننا لا نصل الى النتيجه نعم لذلك يجب ان ان نرافقه في نموه النمو في الصغر يكون الاكل يطول الاكل الاكل الصحي لكي ينمو ينمو, نعم. ينمو جسده ولكن لما يوصل النمو العقلي يجب ان يعرف الاشياء التي التي يحتاجها عقليا من ناحيه المشاريع التي ندخل فيها او اللمس لمس نعم. اشياء او اخذه او اسماعه اشياء مثلا واحد منذ صغره يسمع ربما العنف والصراخ الصراع بين الوالدين او ياخذونه الى اماكن فيها فيها فوضى او ايضا ربما يسبون امامه اذا هذا لما يكبر في وسط في وسط هكذا سوداوي، نعم. لما يكبر قليلا يزيد يشوف مختلف الاماكن، الاماكن سوداوية مثلا في الشارع يرى صراعات، نعم. يرى مثلا يرى في بعض الصفحات مثلا بعض الصفحات او في الاعلام بعض الاخبار او في اليوتيوب، نعم. آه يشوف او صور عنف. نعم. نعم. هذا الطفل يكبر على تلك الصورة السوداوية بداخله. لذلك يجب ان نوجهه ونرافقه في ملاحظه الاشياء الايجابيه والمساهمه فيها ومنذ الصغر منذ الصغر اذا كانت اذا كان والدعاء ايضا اذا يقول لك تقول تقول الايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء مع اجتهادنا وسعينا وتعليمنا ربما الاداب الاسلاميه منذ الصغر نعم, دوره ه نعم هذا هو اذا التلقين الطفل الصغير يحب التلقين نلقنه نلقنه البسملة نلقنه مثلا كما بعض الصغار هكذا نلقنه مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله آداب نعم. الأكل آداب الطعام حتى عندما نجلس فرصة لتعليمهم نجلس نعم. تجلس العائلة قبل ما نبداو الأكل ندير لهم درس في آداب الأكل نعم. ماذا نقول ونراقبهم يجب أن تكون متابعة بعد ذلك نعم لما يخرج إلى يلبس لباس يقرأ الدعاء لما يديه إلى مكان يدير الخير نعطي له هو اللي يساهم، طيب رايح نصلي نعم. الجمعة، نعطي له هو يمسك بتلك بتلك النقود، هو اللي يرميها في صندوق نعم. التبرعات حتى يتدرب على العطاء وعلى المساهمة في في مشاريع الخير. نعم، الاهتمام ربما بالأبناء هي مسؤولية كبيرة للآباء. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تربيتهم ومراقبتهم إن شاء الله. شكراً جزيلاً لك. شكراً نلتقي في مواعيد أخرى إن شاء الله، بارك شاء الله, الله فيك. فيك بارك. نعم. مشاهدينا الان ومن بين الروبورتاجات التي تتابعونها ضمن هذه الجلسه كواليس تاج القران الكريم ونعود بعدها <applause> بكثير من التركيز والخشوع يتوالى المتنافسون في برنامج تاج القران الكريم الواحد تلو الاخر لتلاوه ايات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاوه ستمكن احسنهم من التأهل الى المرحلة الاخيرة من التصفيات والدخول الى معهد تاج القران الكريم للتسابق على اللقب خلال شهر رمضان الفضيل ام <applause> الخير من بسم الله في الرحمن الرحيم كان تاج القرآن بمثابة حلم والآن تحققت نحن الآن نخوض تصفيات تاج القرآن الكريم انتابنا اليوم بعض من التوتر والارتباك ولكن الحمد لله ما دمنا نتنافس في كتاب الله فلنقل الحمد لله وإن خسرنا فلن نقل نحن من الخاسرات فكلنا فائزات بإذن الله تعالى الحمد لله لا أقول إذا لم أفز لا أقول أنا لست من الناجحين ولم أه اصيب في تلاوتي كلنا فائزون عند الله فيكفينا شرف التنافس على كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم بأحسن الظروف استفدنا كثيرا من المشايخ جزاهم الله عنا كل خير والطلبة أيضا يعني رأينا منهم مستويات جيدة جدا حق الجزائر أن تفتخر بمثل هؤلاء الطلبة المنافسة قوية جدا طلبة ما شاء الله من كل الولايات يعني من كل أقطار الجزائر طاقة ما شاء الله في تلاوتهم يعني ممتازين جدا جمعنا القرآن وهو أفضل كلام وأشرف كتاب الحمد لله وهذا هو إن شاء الله نسأل الله توفيق والسداد التحضير للطبعة الثانية عشر لمسابقة تاج القرآن الكريم يجري على قدم وساق، التقنيون المترشحون وأعضاء لجنة التحكيم يعملون من أجل إنجاح هذه الطبعة كسابقاتها وقبل الوصول إلى البرايم الأول يمر الجميع بمراحل متعددة. بعدما قمنا باستقبال الفيديوهات والاستماع لها وكان حوالي يعني عدد الفيديوهات التي ارسلت الينا لمتسابقين او متسابقات يفوق 700 فيديو قمنا بالاستماع اليها وانتقينا منها من هذ من هذه الفيديوهات انتقينا 40 طالب وكذلك 40 طالبه 40 متسابق و40 متسابقه من خيرة الأصوات وكذلك من أحسن من يعني تلو القرآن الكريم تلاوة صحيحة ثم بعد ذلك قمنا بإجراء الدورة الدور الثاني للمسابقة من بين أربعين متسابق قمنا باستخراج عشرين قسمنا إلى فوجين عشرين عشرين بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث فاستخلصنا من كل فوج ثمانية إلى تسعة إلى عشرة متسابقين نظر لتساوي وقرب المستوى ثم بعد ذلك سنقوم باذن الله تعالى من الاستخلاص من عشرين او سته متسابقة ومتسابقه اثنا عشر متسابقا سيشاركون في البرايمات التي ستقام في رمضان محمد عجيبي عجيبي. أحكام التجويد مخارج الحروف التنغيم والصوت معايير أساسية تركز عليها لجنة التحكيم بعد استماعهم لتلاوة المتسابقين من أجل اختيار أفضلهم للخوض في غمار المسابقة في مرحلتها الأخيرة. هذه البرامج جيدة جدا تحفز الشباب في الاتجاه نحو القرآن الكريم وحتى مدرسة التاج تزيدهم تعليما وإتقانا. وتدربهم في جميع النواحي سواء في المخارج والصفات والأحكام وحتى الجانب النغمي تحسن من أداء هؤلاء الذين سيتأهلون بإذن الله تعالى <applause> هي أجواء إيمانية روحانية جمعت خيرة شباب الجزائر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لتكوين جيل جديد من حفظة كتاب الله عز وعلا وتتويجهم بتاج القران الكريم التاج الذي سيرفع رؤوس كل المشاركين اهلا بكم مشاهدينا من بين الاركان المهمه والممتعه ضمن برنامج ضحى قناه القران الكريم رقم بصمات جماليه مع السيده نوال مباركي بعد فاصل قصير اهلا من نوال مرحبا بك ما شاء الله صباح الخير انت أصبحت الخير نعم مثال للمراه المنتجه اليس كذلك؟ شكرا نعم. لازم لازم نعم. المراه لازم تكون عنوان الاسره المنتجه نعم نعم اذا اليوم دائما كما عودنا مشاهدينا نعم. دائما نحاولوا نجيبوا اشياء يعني اللي تشكل ضرر للبيئه تاعنا نعم يعني باش نقصوا حتى حجم النفايات تاعنا المنزليه اليوم مشاهدينا راح نعاودوا يعني نديروا عمليه تدوير هذه الاكياس البلاستيكيه نعم. اذا رحنا نعملوا واحد الديكورات يعني المراه راح تدي ديكورات سواء تكون يعني من يعني مشروع صغير باش تدخل يعني شويه مال والاسره تاعها فوالا ولا باش تزين فقط المطبخ تاعها وتحط اللمسات الجماليه تاعها دائما نعم اذا راح نشوفوا الخامات المستعمله والخطوات راح نحاولوا دائما نقول لكم الخطوات احنا شويه مختصره يعني زي ما هذه الخطوات بالتفصيل راهي في القناه يعني تاع اليوتيوب مفصله اللي يحب دونك واش درنا هنايا؟ جبنا كرتون، احنا باش نختصروا الوقت، لانه هذه الخطوات درناهم يعني في ورشات سابقه، ما نعاودوهمش. كرتون، انا هذا الكرتون استرجعته يعني من واحد الورشه وحده اخرى <applause> قديمه. <applause> هو كرتون تغلفوه بالخيش، ودورت عليه يعني لاكورد، يعني هنايا الحبل تاع الخيش. <applause> <applause> حبيتوا تديروا يعني قماش اخر عندكم في المنزل كيما تحبوا. اذا المبدا تاعنا راح نخدموا هذا هذا الثوم تاعنا، يعني <applause> الثوم تاعنا راح نخدموه، كيفاش راح نخدموه؟ راح تجيبوا الكيس بلاستيكي تاعكم وراح تحقوا لاوات يعني نعم. هذه لا نلقاوها يعني موجوده عند لي نعم. يعني كميه كبيره بواحد الثمن جد بسيط تجيبوا نعم. هنا هنايا الكيس تاعكم تحبوه يعني كان النتيجة مليحه يعني يكون نعم. ابيض ولا حبيتوا هذيك الاكياس الشفافه البلاستيكيه زعما ما نعم دونك واش درت هاي يعني شكلت واحد الدائره يعني بسيطه هكذا نعم. يعني عمليه بسيطه اي مبتدئ يقدر واحد تجيبوا الخيط يعني الخيط تاعنا عادي تاع الخياطه وراح نبدا ندير عمليه تدوير هنا باش نثبت فقط يعني الدائره تاعي وطلق متعه يعني هذه الاشغال اليدويه صدقون يعني حتى دركا يعني الابحاث راهي تقول بان الامراض المزمنه نقدروا نعالجوها دونك واش ديروا المبدا الاول راح نقسمها على اربع اجزاء متساويه نبدا الخيط تاعي نفس المكان يعني نفس المكان حاولوا ما تحركوش الخيط يعني نفس المكان نجي هنايا يعني نقسمها بشكل متساوي ونزيد مره ثانيه فقط باش نثبت الفاصل هذاك فوالا يعني من الاحسن الخيط تاعكم يكون هكذا مفتوح ومن بعد نزيد نعاود ندور بهذا الشكل دائما ونعاود نروح الاتجاه المعاكس يعني باش ندير الـ نعم. نظن يعني الصوره راهي واضحه بهذا الشكل دائما عاودوا ثلاث مرات أربعة يعني مروا للخيط تاعكم تعاودوا نعم بإحكام تعاودوا تولوا دائما خلاص هاي بانت ككل دوكا كل جزء راح نزيدو نقسموه هكذايا إلى جزئين بهذا الشكل يعني باش نبداو نعطيو المدار هذاك تاع الفصوص الفصوص تاع الثوم يعني عملية ممتعة يعني خاصة من ولادنا يعني ولا بناتنا يقدروا يشاركونا في هاد العملية راهم يجوزوا الوقت تاعهم يعني الأوقات نعم. لأنه يعني الفراغ تاعنا لازم نستثمروا فيه ويتعلمون يعني منهج رسكلة نعم ونعطيو البصمه الخضراء تاعنا نعم, نعم. اذا هنا بهذا الشكل فوال مروا فقط يعني عده مرات باش باش دبال الفصوص ومن بعد في النهايه دوروا يعني تزيدوا تكملوا قطعوا الخيط تاعكم فوالا في النهايه يعني تحاولوا يعني نحاول ندير واحد نربطها يعني باش الخيط تاعي ما ينفتحش فوالا بهذا الشكل تجيبوا المقص تاعكم يعني راح نقطعها يعني تحصلت على الشكل تاعي هاوليك قطعوا الخيط الزائد دائما نقولهم انتم يعني في المنزل راح تكونوا راح يكونوا مرتاحين احسن منا دونك هنايا دوك واش راح ندير راح ندير هذه الشعيرات تاع تاع الثوم هذه الشعيرات واش درنا شوف جبنا الحبل تاع تاع الخيش يعني اصفر او كاين اصفر كاين بني واش ديروا له هكذا بالمقص تاعكم وتبداو تقطعوه تقطعوا يعني قطع صغيره فوالا راح تحصلوا راح تحصلوا على هذه القطع فوالا بهذا الشكل واش ديروا الحبه تاعكم تجيبوا السيليكون هنا لازمش كثروا بزاف راح نستعمل مسدس صغير لانه على بالك بلاستيك زميلتي دلال والبلاستيك يعني باش فقط ما منتقبوش يعني الساشي تاعنا دونك هاني درت شوف يعني نحاول في المركز تاعي درت شويه سيليكون بهذا الشكل وبعد نحطها مباشره يعني هنايا هكذايا وتنحيوا الزائد يعني تنحيوا الزائد راح تحصلوا على الشكل تاع نعم الشكل تاع الحبه تاع الثوم تاعكم يعني احنا انا عملنا عملنا بزاف يعني نتوما ح... واش راح ديروا يعني الديكورات اللي راح تعملوها بها هذه الخطوه الاولى واش راح نستعمل كذلك راح ندير هذه الاكياس صغيرة تاع تاع تعال... الحبوب يعني باش نمزج حبوب طبيعيه نعم نعم حبوب نعم. طبيعيه عادي يعني نعم. كما حبيتوا نتوما انا جبت لهم شوفي حاولت يعني فكرتين وهذه الفكره الثالثه نعم. دونك الفكره الاولى شوفي راح تجيبوا فيها غير الثوم تاعكم هاوليك واش درت جبت الضفيره يعني الا حبيتوا تستعملوا غير الثوم هاي الضفيره تاعكم تجيبوا الحبه تاع الثوم تاعكم عادي يعني تجيبوا السيليكون وتبداو تلصقوها عادي يعني في الضفيره باش نوري لهم فقط يعني الديكور نعم. هدايا احنا دائما السيليكون دائما نقول لكم لازم لازم تصبروا عليه شويه وتكملوا يعني العمليه تاعكم بهذا الشكل يعني الضفيره تاعكم تجيبوا التوم وتبداو تلصقوا فيه والشكل الثاني زميلتي شوفي واش درت نعم. جبت هنايا الخيش يعني بالك المشاهدين راهم هذا الخيش درناه في واحد البول يعني بول تاع المنزل عادي مم. غلفوه بالغلاف البلاستيكي وجيبوا الخيش تاعكم مسترجع هدايا جيبوا الغراء المخفف بلوه وخليوه غلقوا عليه بواحد الكيس بلاستيكي هكذا باش ما يسقش فيه كي تكملوا راح ياخذ لا فورم نعم دونك خذا لا فورم تاع البول انا قطعت الزوائد وجبت الضفيره تاع الرافيه هنا الظافيره راكو تشوفوا رقيقه باش نزين فقط الحواف هذه اللي بالاخضر راكو فيها هي نفسها هذه الرافيه لونتها نعم يعني في المنزل نعم نعم لونتها نعم بملون عادي نعم اخضر نعم نعم وهذه الخضر ولا الفواكه يعني نعملوهم بعجينه السيراميك يعني كاش خطره نوري المشاهديننا نعم كيفاش يعملوا يشكلوا هذا نحن نعم دائما الخضر نستفيد من خبراتي يعني والله نعم غير صدقيني يعني خطوات بسيطه نعم يعني بهذا الشكل بكس السيليكون قلت لكم دائما لازم تصبروا عليه يعني باش ياخذ ياخذ وقت فوالا تقريبا يعني الضفيره تاعي راح تكون بهذا الشكل يعني بعد ما يثبت لي يثبت الثوم بشكل طبيعي نعم راح نحطها هنايا يعني مع مع الديكورات الاخرى والضفيره تاع الرافيه يعني عادي الرافيه هي موجوده يعني مم. في تلقاوها عند مارسوري يعني اللي يبيعوا الخردوات ولا عند لوازم لوازم الخياطه ولا اللي يبيعوا الخردوات دوك واش راح ندير جبت قطعه تاع خيش باش ندير هذا الكيس يعني بسيط جدا تجيبوا السيليكون تاعكم هكذا في الحواف وتلصقوا فقط يعني تعملوا كيس نعم كيس صغير هذاك الكيس راح تعمروه بال تعمروه بورق الجرائد ولا بلاوات نعم. يعني كيما تحبوا تلصقوه تجيبوا لاوات تاعكم كيف كيف اللي خدمنا بها يعني بعد دائما نقول لك هذه الخطوات لازم دائما نصبروا عليها نعم. احنا على بالكم عندنا عامل الوقت هنايا دونك نتوما في المنزل راح تصبروا وتستناو عادي ديروا باش يعرفوا نعم. برك كيفاش خدمنا الكيس تجيبوا هذه لاوات يعني تدخلوها ولا ورق جرائد بما انه رانا نعم. دائما في مبدا الاسترجاع تاعنا تعمروا باش تعطيو له مظهر هذاك تاع الكيس الممتلئ وتعمروا كما حبيتوا عندكم يعني حبوب حبوب يعني قاعده لكم نعم عدد قليل من الحبوب قاعدة لكم راح توظفوا في هذا في هذه الورشه بهذا الشكل يعني تجيبوا الحبوب تاعكم اللي تكون عندكم راح نحاول يعني نعاود نرجع الكيس تاعي نفتحوا شويه هنايا. وتجيبوا تجيبوا السيليكون يعني بهذا نعم. الشكل تبداو تحطوا السيليكون باش يفهموا كيفاش خدمنا الكيس. نعم. وتجيبوا الحبوب يعني انا الحبوب هنايا كيف كيف عندي استرجعتها يعني من واحد الورشه اخرى وتبداو تحطوا بهذا الشكل يعني تبداو تحطوا الحبوب تاعكم هنا الحبوب واش حبيتوا؟ نعم. دونك الحبوب عباك عندها الوان زاهيه عندنا المايس عندنا الجلبانه اللون الاخضر نعم. عندنا يعني هذه اللوبيا في الصاصة دونك انتم ديروا شاف حابين هاي ليك عندنا نعم. شويه نعم. مايس نعم. دونك راح تحصلوا على واحد الكيس هكذا يا صغير راح توظفوه يعني في في الورشه تاعكم دونك هنا الورشه تاعنا اللي راح نديروها اليوم بما انه خدمنا التزيين الاول هذا التزيين الثاني اذا راح تجيبوا هذا الكرتون اللي غلفتوه وعملية بسيطة يعني واش راح ندير؟ راح نحاول نلصق برك دوك المكونات دوك السيدة هنا تجي اللمسة الجمالية تاع السيدة. نعم. يعني تحب تحط تحط الكيس. نعم. ومن بعد تحط فوق الثوم، يعني الأماكن اللي راح تحط فيها الديكورات نعم. نعم. هنا تجي اللمسة الجمالية تاع السيدة، يعني راح تحط هكذايا، نحطوا الكيس هدايا بهذا الشكل. دايما السيليكون لازم نصبروا عليه شوية بهذا نعم. الشكل. نزيد يعني نحد نحط الكيس الثاني تاع تاع الحبوب التاني كيف كيف هنحطه هنا هنايا يعني امامو وتلصق الثوم دير ديكورات اخرى يعني القرفه في المنزل عندنا دعم. القرفه عندنا هذيك لاطوال تانيس يعني نجمه الارض يعني حتى لي زيبيس تاعنا الفلفل الاحمر يعني عندي دعم. حتى الفلفل الاحمر خدمت به عادي وتجيبوا الثوم تاعكم تحطو يعني الثوم كيما حبيتوا واحده زوج ثلاثه دوك هنايا حنا حنوريكم الفكره رطوبه في المنزل يعني وظفوها وعملوا الديكورات وكونوا منتجين يعني ديروا نعم. مشاريع وعلاش لا لا دوزوا الوقت تاعكم يعني حتى قلنا هذه الاشغال اليدويه يعني منذ القدم نعرفوا المراه تمارس الاشغال اليدويه. يعني داخل نعم. نعم ولكن مع الريتم يعني شوفي الريتم السريع هذا تاع الحياه بدينا نشوفوا نعم. المراه بدات تبعد على هذه الاعمال اليدويه. نعم. اللي يعني راهي مثبته علميا انه تساهم يعني في الصحه الجسديه والنفسيه زميلتي نعم التالي. نعم شوف راح نجيب هاد ال... باش نمد فقط لون نعم يعني راح نحطو هكذا في الوسط باش يعطي واحد اللمسه لمسه جماليه نعم فوالا حنا هذا الديكور بسيط ديروله معلاه حار تم خدمتيها يدويا نعم بعجينه السيراميك نعم. تشكليها لكان عندك القالب ديري نعم. قالب كان ما عندكش مي سهله يعني التشكيل تاع هذا ال... نعم فوالا دونك الديكور تاعنا هاوليك ليك هو نعم بدا يبان شويه شحال جميل جدا, جميل جداً. نعم. وخاصه انه يعني راهو بمواد طبيعيه بالك كل نعم. ما هو مواد طبيعيه يعني حتى احنا كي نمسوه راح يمد لنا واحد الطاقه ايجابيه نعم. وفي المنزل تاعنا كذلك تجيبوا اي معلق شوفوا يعني نعم. ت... واش عندكم واش قاعد لكم راح ندير شويه هنايا برك سيليكون في في النهايه وراح نثبت انا يعني في الحقيقه في المنزل نعمل بالابره والخيط باش نقول لك نعم. برك زميلتي دلال ما نحبش نعم. يعني نستعمل السيليكون بزاف كما هذا يعني لو كان جيت في المنزل راح راح نخيطه نعم لانه و... نعم, نعم, نعم. قماش كرتون وراح تكون النتيجه يعني احسن يعني السيليكون بلاك يجي وقت يقدر يعاود نعم. ولكن بالخياطه فوالا دونك في وقت قصير شوفي يعني زميلتي رزيقه نعم. درنا يعني خدمنا ديكورات المنزل نعم. تاعنا كنا منتجين خلينا البصمه الخضراء تاعنا نعم. يعني خلصنا المحيط من هذه ال... نعم. من هذه النفايات نعم. اللي رايت يعني الاكياس البلاستيكيه نعرفوا بانه مئات السنوات باش تتحلل في البيئه فوالا تقدوا تستعملوا كذلك توظفوا يعني البرتقال يعني تجفوه كذلك في جميل. المنزل تقدوا توظفوه هكذا يعني إحنا نضيفوا البرتقال يعني انا كيف سد لي ولا حبات لي نلقاهم انا نرميهمش هذوك الفاسدين هذوك نجيب نقطع يعني هذاك اللي فاسد والاخر نجفوا يعني في الفرن لا. عادي تستعملوا يعني في ديكورات في هكذا يعني. تاع المطبخ ولا الصالون ولا المهم ما نرميوش نعم. ما ناذيوش البيئه تاعنا نعم أي ربة بيت من أن تكون منتجة وتخلق نعم. قيمة مضافة نعم نعم يعني هذه نصيحة نقول لهم يعني نعم. الأشغال اليدوية يساهموكم في الصحة النفسية والجمالية تاعكم والاقتصاد نعم. لكم والأسرة تاعكم وتكونوا منتجين ماشي دائما مستهلكين نعم. يعني خلق متعة وجو في البيت نعم. نعم نعم أكيد جو كله طاقة إيجابية يعني خاصة في رمضان أنا نشوفوا نعم. يعني السيدات يستهلكوا بزاف دونك نعم. ربي يعني نعم. ايدي باش نمارسوا هذه المهارات نعم. اليدويه اللي كلها ايجابيه نعم. لنا المحيط تاعنا حتى اللي كان مشاريع نعم. راح تساهم في رفع الاقتصاد المحلي نعم شكرا نعم. زميلتي نوال نتعلم منك امور يعني مبدعه نعم هي فرصه نعم, نعم فرصه نعم للتعلم ممكن تذكير بحسابك على اليوتيوب نعم, نعم يعني نانو كرافت العربيه نعم, نعم. تلقاو كل هذه الفيديوهات يعني انستغرام نعم. ولا في, في اليوتيوب نعم. نانو كرافت راح يخرج لكم كامل هادو ورشات اخرى كذلك يعني مواد مختلفه وكله لا. يعني حتى المشاركات تاعي لي زابوني يعني يحوسوا بزاف على, نعم على الله. يعني يعني الديكورات تاع المطبخ يعني دايما يطلبوها يفرحوا يعني نحط لهم هكذا ديكورات دوك تلقاو ديكورات بسيطه غير مكلفه وتلقاو افكار لمشاريع يعني باش تكونوا منتجين. شكرا جزيلا لك نعم. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله ولمسات اخرى ان شاء الله بارك الله فيك السيده نوال مبركي شكرا عفوا شكرا المشاهدين الان نتابع واياكم ربورتاج عن الزيوت الطبيعية ونعود بعد قليل. الطبيعة هبة ربانية تحمل لنا فوائد جمة إذا أحسنا استغلالها. فمنذ القدم يعتمد أجدادنا على استخلاص الزيوت من النباتات لاستعمالها في التطبيب ولعل أشهرها زيت الزيتون الغني بالدهون المفيدة والفيتامينات حيث تعتبر 85 من من الدهون الموجودة فيها صديقة للقلب وحسب الدراسات والأبحاث فإن زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالمواد المضادة للأكسدة وهي المواد المضادة للسرطان كونها تبطئ نمو الخلايا السرطانية الدار اللي فيها الزيت ما فيهاش المرض حنايا عايشين بها ندهنوا بها البيبي كي يزيد ملي يزيد هو يدهن بالزيت نطيبوا بها ناكلو بها كل حاجه بها انا نط انا بكري ما كناش نروحوا لعند الطبيب ما نعرفوش كاع الطبيب هذا اللي مرضنا نبورت كيل مالادي نستعملوا الزيت <applause> زيت الذروه، زيت التين الشوكي، زيت النعناع، زيت الكاليبتوس وغيرها من المنتوجات الطبيعيه اصبحت اليوم محل اهتمام الكثيرين كونها تساعد هي الاخرى في علاج الكثير من الاسقام خاصه الامراض الصدريه. نقوم باستخراج زيت التين الشوكي من بذور التين الشوكي وهو يعتبر اغلى زيت في النبات في العالم يستخدموه حتى في الامراض الباطنيه امراض السرطانات الباطنيه. لمرض مرض البروستاتا ايضا لانه غني بالاحماض الدهنيه وبالمضادات الاكسده بشكل كبير احنا مختصين في استخلاص الزيوت النباتيه العطريه اللي كاينه تستعمل في الكوسميتيك وكاينين اللي يستعملوا في الميديكال منهم زيت النعناع زيت الخزامى، زيت الكاليتوس وحتى زيت الغمارة زيت الدرو هذه نهضروا على المنافع تاعها هي خاصه في الصدر اسمها السعله والألم الظهر تانيك <تسجيل> الزيوت إذا كنز طبيعي حبان الله به فبالإضافة إلى مفعولها الطبي تساعد أيضا في علاج البشرة والشعر ومجمل النساء اليوم تعتمدن على ما تجد به الطبيعة للمحافظة على جمالهن انهاء الخصومه صلح الصلح قيمه ومنهاج الاسره البشريه لا امن لها الا بصلح الصلح يحمي الاسره والمجتمع من التفكك وهذه قضيه اخرى تحتاج الى الوساطه القضائيه تفضل دكتور قضايانا قضاياكم نتعاون لاصلاح ذات البين الصلح امل وعمل والصلح خير كل يوم ثلاثاء وعلى المباشر التاسعة ليلا على قناة القرآن الكريم أهلا بكم مشاهدينا من جديد تتابعون الآن ركن غذاؤك صحتك بعد فاصل قصير اهلا بكم مشاهدينا نرحب واياكم بالدكتور كمال فيليسي اهلا بك اهلا نعم. بك صباح الخير تحيه نعم. طيبه ومباركه لك والتقى الفني والمشاهدين الكرام كما قولكم نعم. سلام عليكم ورحمه الله تعالى وعليكم نعم السلام موضوع مهم نتحدث عنه اليوم زيت الزيتون لا يكاد بيت يخلو من هذا الطعم الذي اكله كل الناس وهو من شجره مباركه نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم تكمله يعني للحصه الماضيه كملوا تكلموا على زيت الزيتون وذكرنا الوقت ان شاء الله نتناولوا ايضا زيت زيوت آه نعم زيوت اخرى لا. وعلى راسها زيت الضرب يعني هذه الزيوت اللي الان اللي هي معروفه زيت الزيتون وزيت الضرب وفيها طلب كثير والناس تحب تكون لا. في البيت كما لها من, فا... من فوائد اولا بالنسبه لزيت الزيتون زيت الزيتون الناس تسال افضل زيت ما هي المليحه كيفاش نعرفوا ما هي المليحه كيفاش نقتني افضل الزيوت اولا الزيت اي زيت تتاثر بالحراره اكيد اي زيت تتاثر بالحراره والسؤال يعني مقبل ما تبدا الحصه كانت فيه سؤال وانا داخل سالوني على الطهي يعني الطهي بزيت الزيتون نعم احنا في العصر في العصر عن طريق نعم. العصر يعني في عملية العصر. نعم. الدراسات تبين باللي زيت الزيتون الزيت اللي تتعصر ماشي غير زيت الزيتون كل الزيوت كل الزيوت اللي تتعصر على البارد تكون أفضل أفضل نعم من الزيت اللي تتسخن نعم اللي تقيسها الحرارة. نعم. يعني والسؤال يكون هل نستطيع أن نطهي نعم. نطهو أو نط... أنا... أنا نطهو بزيت الزيتون؟ نعم. زيت الزيتون نقدروا نطهيوا بها. نقدروا نطيبوا بها لكن نعم. القيمة الغذائية تاعها والمنفعة تاعها راهي راح تقل. أي حاجة تقيس تقيسها الحرارة إلا هي راح تفقد من القيمة هو الغذائية. الحل بعد الطهي. هي نعم. معليش نطيبوا بها هي افضل من الزيوت الاخرى من الزيوت مم. المهدرجه والزيوت يعني المكرره هي افضل الزيوت نعم. زيت الزيتون حنا كي نطيبوا بها لكن درجه الحراره ما نزيدوهاش بزاف كاين بعض الزيوت تلحق حتى 600 درجه مئويه نتفقد كل نعم كي نزيدوا لها النار تلحق حتى واش هي زيت الزيتون واش الفائده الكبيره نا. هي المكونات تاعها على راس المكونات تاعها مضادات الاكسده الموجوده فيها نشوفوا القيمه القيمه تاع زيت الزيتون فائده زيت الزيتون زيت الزيتون مقارنه بالزيوت الاخرى تقريبا الزيت الواحد اللي ما يفسدش يعمر طويلة يعمر عشرين خمسين مئات سنة ما تفسدش نعم. تقدر تزيد فيها نسبة الحموضة يعني أفضل التي تكون نسبة الحموضة ناقصة الحموضة نعم. تزيد فيها الحموضة نعم. لكن كلمة تفسد ما كاش تفسد نعم. بينما الزيوت الأخرى تفسد تتزنخ نعم تفسد نعم. فنشوف أن زيت الزيتون وش يحميها هذا هو السر نعم. يحموها مضادات الأكسدة تحمي نفسها بنفسها نعم. وحنا واش نحبوا من زيت الزيتون نستافدوا من هذا مضادات الاكسده، ومضادات الاكسده الحراره تدمرها. نعم. الحراره تفسدها تتلفها. نعم. البوليفينول نعم. نعم. اللي موجودين في زيت نعم. الزيتون لما تقيسهم تبدا ترتفع هي عاده مضادات الاكسده من 50 60 درجه مئويه يبداو يفسدوا. نعم. فما فوق حسب يعني هذا المضادات الاكسده. نعم. كاين اللي يتلف 60 درجه، كاين 80 كاين 90 100 تقريبا تقضي درجه حراره 100 تقضي تقريبا على كل مضادات الاكسده نعم شروط حفظ ماده زيت الزيتون هل لها شروط للحفظ نعم. هي هي كاين بعض الشروط كيف نتحصل على زيت الزيتون فائقه الجوده نعم زيت الزيتون اولا خطا كبير ان الناس تنحي حبه الزيتون قبل ما تطيب كلمه الطيب هي ماشي طهية اكيد حنا بها نعم. بالعاميه نقولوا الطيب نعم. حباتينا طابت، برتقالة طابت، تفاحة طابت برتقاله طابت تفاحه طابت بمعنى نضجت والطعم ديالها كي نحوها من قبل نحسوا الحموضه نحسوا نعم. قروصيا، نحسوا هاد البوليفينول، بوليفينول هاد مضادات الاكسده ما يكتملوش الا بعد عمليه نعم. النضج نعم. فلهذا حبه الزيتون مليح نخليوها تنضج باش نحيوها. نعم. والشيء الثاني اللي كثير من الناس يجيهم صعيب. نعم. لان عمليه الجن الجني تكون قليله، يعني أكيد. الواحد يقدر يعذر في هذا يبصح مليح ان الانسان الناس اللي نعم. عندهم عندهم يعني اشجار، عندهم غابات تاع تاع الزيتون. الزيتون، نعم. فلهنا هذا الناس مليح ان حبه الزيتون لما تتنحى الصباح تتعصر العشيه. نعم، في نفس اليوم. نفس اليوم. لهنا هذو هما الشروط الاوليه نعم. اللي نتحصلوا على زيت ليس اقل من 24 ساعه نعم صباح العشيه ما نعم. تباتش حتى نعم. اصلا تتنحى عمليه القطف او نعم. الجني يعني الصباح العشيه تتعصر حبه الزيتون نعم. هذه افضل نعم. طريقه, طريقة ما تباتش نعم. حتى نشوفوا بعض المعاصر يعني نشوفوا كاين لاشان كاين طابور نعم. كل واحد عنده شكاره اثنين خمس شكاير ما عندوش بزاف المشكلة. الكميه كيتون نعم. قليله الله غالب نعم يعني الإنسان ما يقدرش حتى باش يجنيها يقعد معاها اسبوع ولا نعم. اسبوعين ولا ثلاث اسابيع باش يعمر هذوك الشكائر تاع الزيتون نعم. فلهذا الناس اللي عندهم الكميه اللي دايرين دايرين انفيستسمون نعم. نعم. يعني المشروع تاعهم تجاري مليح انهم يرفعوا من المستوى ويتحصلوا بس ألا. يتحصلوا على معليش يزيدوا في شويه في السومه معليش نعم. يعني بسبب راح تكون ذات جوده عاليه نعم. لكن نعم. تكون جوده عاليه جدا نعم. هنا باش نقولوا تحصلنا على زيت رائعه اضافه الى المكان اللي مغروسه فيه الشجره نعم. المده اللي نوعيه التربه غينه التربه وشي يعني زيدي الماء كبيرة نوعيه أماني. الماء الامطار كاين ولا مكاش هذه الامور كلها تلعب أولي. تقدم نعم. يعني آه زيت ولا او زيتون نعم. زيتون ذي جوده يعني آه غني آه بالاملاح المعدنيه غني بال نعم. هذه آه المضادات الاكسده نعم الان نتكلم عن فوائده على الجسم الانسان عند تناوله او الادهان نعم. به نعم مدوا مدوا نعم. خاصيه الناس الناس اللي ما يحبوش زيت الزيتون نعم يحبوش شكل زيت الزيتون وافضل زيت الزيتون كان كي نشريو منيح زيت الزيتون ما نصيبوش فيه الرائحه قويه هذه قطع نعم هذاك اما قديم ولا الحموضه عاليه نعم زيت الزيتون الطعم تاعو يكون مليح حلو نعم. نعم. يكون مليح يكون طعم مليح مقبول نعم فزيت زيت الزيتون زيت من بين الفوائد تاعه نعم. يعني لو نذكروا هذه الفائده تكفيه انه يمد العروق تاع الدم تاعنا يعني الشرايين يمد لهم النيلاستيسيتي بمعنى نحكموا مثلا تويو تاع الماء نعم تكون عنده النيلاستيسيتي يتمدد يعني مطاطي نعم. ما تعطيه نعم نعم. لما نديروا الضغط ولا ناخذوا نبولها مثلا. لما نضغطوا عليها بالهواء تنتفخ. إلى حد معين تتم عملية يعني هي نعم، إنجذاب تتمزق. نعم. 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 تتمزق نعم. نعم. فبالنسبه للعروق تاعنا زيت الزيتون تعطيهم ستي ستي. اللي لهنا الحاجة المليحة كامل نعم. أننا نخفضوا من الضغط. مم. وهو أهم يعني لهنا نعم. الناس اللي عندهم الضغط مرتفع، زيت الزيتون من أربع الزيوت اللي ياخذوها. نعم. وزيت الزيتون، زيت الزيتون ما نعرضوهاش للطهي بالبزاف. نعم. نطيبوا، طيبنا بها مرة خلاص ما نعاودوش نعم والضوء، هل تتأثر بالضوء؟ زيت الزيتون زي نعم. تتأثر... تتأثر نعم إذا كان خليناها وعرضناها خاصة للشمس. نعم. هذو هما مضادات الأكسدة اللي نعم. متواجدين زيت الزيتون نعم. كيما متواجدين يعني في الفواكه نعم. الأخرى والخضار نعم. الأخرى والأم. يعني يتعرضوا الحراره والضوء كلها، مثلا البلاستيك الماده البلاستيكيه. نعم. لابوليتينير لاود دونسيتي لما يديروها في قرعه تاع لاود دونسيتي، نعم. مع الوقت مع الوقت لازم كاين كاين قرعه تاع البلاستيك نعم. يقدروا مبدئيا، مبدئيا، علميا مازال ما ما اكدوش ولا ما قالوش بلي هذا النوع تاع البلاستيك يعني مضر. يعني مبدئيا. لكن كاين نوع تاع البلاستيك اللي هو لاود دونسيتي. هذا يعني عنده لي موليكول تاعو يميغري الزيت الزيتون نعم يعني وهذو ما يعني عندهم آه نعم. تاثير سلبي جدا ان يعني في النفاس يعني تاع الصحه تاعو في الزجاج نعم الزجاج نعم زيت الزيتون زجاج والزجاجه تكون كولوري نعم ملونه هو افضل لون نعم ما الى ما الى الى اللون البني نعم لهنا على الاقل هذه الزجاجه تحفظها من الضوء نعم. تحفظ زيت الزيتون من الضوء نعم. لان الضوء قلنا ياثر في زيت الزيتون نعم من نعم. نعم بالنسبه لزيت الزيتون الناس اللي يديروا الحميه يحبوا يشيان ويتو اللي كالوريك نعم ما كتروش منها ما هو المقدار اليومي يعني نعم. يعني الذي الانسان حتى الاربع نعم. ملاعق في اليوم عادي نعم, نعم. وكي نقولوا اربع ملاعق هذا بالنسبه أه واحد آه بالغ انسان كبير نعم. دوك واحد تاع 100 كيلوغرام واحد 50 كيلوغرام وين كامل ماشي كيف كيف نعم. يعني متوسط الوزن 65 كيلوغرام حتى ل 70 كيلوغرام يمشي حتى اربع ملاعق تاع عادي في اليوم نعم. لكن اثناء الحميه مليح ينقص نعم. يدير ملعقتين فقط لانها تمد أكيد. يعني نسبه عاليه من المعادن نعم نعم لو تكلمنا استاذ عن اهميته م. هي على الجلد ربما نعم بالنسبه للبشره يمد نعم. نظاره رائعه بالنسبه للبشره نعم. ويساهم كذلك في الترميم عمليه الترميم نعم. عمليه الترميم. بالنسبه ذكرت قبيله نعم. زيت نعم. لو نخلطوا زيت الزيتون مع زيت الضرب نعم. دهن وزيدوا حبه سوداء ندخلوا زيت الحبه السوداء بنفس المقادير نعم. نديروا دهن للبشره فقط نعم اولا يعني يمد ينعش البشره تاع نعم. تاع الانسان ينعش البشره وتولي تولي الزيت يولي في ثلاثة هذو يولي زيت يعني مرمم للندوب نعم. والجروح واثار البثور لي تراس دو بوتون. من يعني لهنا برك حاجه نعم. اذا كان الانسان عنده حساسيه ربما الزيتون ولا زيت الذر ولا نعم. زيت حبه سوداء يعني ما يديرهاش نديروا نفس المقادير نديروا مثلا المقادر. 30 ملي 30 ملي 30 ملي نديروا هذا الخليط وندهنوا بها، والدهن هذا يكون مرة في 15 يوم. أكيد. خاصة الا كان يكون دهن خفيف. ممكن نديروا هذا الزيت نفسه. نعم. نفسه نديروه مثلا الشامبينيون تاع الأظفار، تاع الأظافر. نعم. تاع نعم. الأظافر. نديروه مثلا التشققات بين الأصابع. نعم. نديروه لي 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 جيرسور. يعني في ال نعم. نعم. في لي طانون نديروه يعني. رائع جدا متعدد الاستعمال نعم متعدد نعم. الاستعمال واللي هنا كذلك بالنسبه لزيت الزيتون مليح نولفوا الطفل نعم لان زيت الزيتون زيت الزيتون فيه زيوت نافعه للجسم تاعنا راهي راهي قليله جدا في الزيوت الاخرى تقريبا نعم. ما نصيبوهاش حتى في الاكل الاخر كوليسترول دافع نعم نعم هي هي ترفع من لو بون كوليسترول وتخفض نعم. نعم. من من الديل الديل نعم. من ما يسمى بالموفي كوليسترول نعم. يعني هذا اسم مسكين ومظلوم شويه نعم مظلوم نعم شويه في الاسم هذا لانه نافع الجسم تاعنا ولا بد يكون نعم. ان حتى الخليه تاعنا تولي لو كان ينخفض في الجسم تاعنا الكوليسترول نعم. تولي معرضه للسرطان اكثر, أكثر من غيره الارتفاع نعم. نعم فلهذا يعني الكوليسترول يحمي يحمي الممبران تاع الخليه تاعنا نعم. فاستام يعني وسيله دفاعيه نعم. ونشوفوا ان الكوليسترول يحتاج كذلك في على تاع فيتامين دي، يدخل في الكثير في الكثير نعم. من يعني الانشطه الايديات نعم. في الجسم تاعنا. نعم. نعم. وزيت الزيتون كذلك ضمن المنافع تاعها الناس اللي عندهم السكري. نعم. الناس يعني زيت الزيتون راهي كذلك تساهم في تعديل السكر في الدم الانسان. نعم. نعم يستعمل زيت الزيتون بعد الزيوتات الاخرى. افضل افضل ان الانسان يبعد كل الزيوت المهدرجه والمشبعه الا نعم. المشبعه اللي ياكلها في الماده الحيوانيه مثلا ياخذها في السمك ولا ياخذها في اللحم نعم. عادي لكن هذه تاع القليان هذه تاع الشلايض هذه مايونس وهذه اللي فيها هذا النوع من الزيوت نعم يحبذ الانسان اكيد يبتعد عنها يبعد عنها نعم, نعم. نزيدوا كذلك بالنسبه لزيت الزيتون نعم. الناس اللي عندهم الإمساك بالنسبه لزيت الزيتون، الناس اللي عندهم امساك يستعملوا زيت الزيتون على الريق او مع الاكل على لا يا مع الاكل افضل أكل. طريقه مع الأكل. مع الاكل، لان على الريق هي وشنو زيت الزيتون؟ نعم. لما ناخذ زيت الزيتون على الريق نعم. لازم نمتنع عن السوائل نعم هذاك الانسان ياخذ زيت الزيتون نعم. ومن بعد يروح يشرب الحليب ولا يشرب الماء ولا يشرب نعم. عصير ولا لهنا ورايح مش راح مليح بالعكس يحس كان زيت الزيتون راح تدور عليه نعم. يعني يبدا يتقرع فيها يبدا ي... فلهنا يولي ينفر منها كامل يولي بعدها نعم زيت الزيتون مليح اننا مثلا السلطه ولا مثلا مثلا حبه بيض مغليه ولا ممكن جدا حبه نعم. بيض لحبتين من طيبه نص طياب لان يعني في البيض لما نغليوه مليح الاطفال تاعنا نعم. ان البياض يجمد البياض نعم. يجمد لكن الاصفر يحبذ انه دوما يقدم نعم. وسائل ممكن نضيف له زيت الزيتون نعم زيت الزيتون بالطانطه نعم. زيت الزيتون نعم آه هني ان مرئه فلهنا نعم. ممكن مع قطعه خبز تاع الشعير ولا نعم. ممكن هنيئا مليئا تحدث استاذ ربما عن فوائد زيت الضرو للتذكير فقط نعم, نعم. زيت الضرو نعم. سي يعني الزيت ما ننصحش بها للاكل نعم للاكل لكن تكون يعني استعمال خارج خارجي للبشره لسيكاتري وخاصة بالنسبة فروة فروة الرأس تاعنا. نعم. يعني ممكن اللي عندها القشرة ممكن تستعملها عندها الصدفية نديروا زيت الزيتون قديمة مع زيت الذر زيت حبة سودة ولا أروع. نعم. رائعة جدا بالنسبة للصدفية. نعم. يعني نعم بالنسبة. هناك أه سؤال حول نعم. وصفة للسؤال بزيت الذرو. نعم. والله هي ممكن نعم. نقدموا نسبه قليله هي بالنسبه لزيت الذر هي الواحد الجانب الصحي كيفاش تعصرت نعم يعني زيت الذر نشوفوه كميه قليله جدا الناس يعرف لهنا اذا كان يعني المكان حاله نقيه بطريقه نقية نعم. كذلك لهنا ممكن نقدموا نفس زيت الذر نعم. حبه سوداء زيت الزيتون زيت ملعقه صغيره صغيره بالنسبه للطفل نعم. بالنسبه لطفل 6 سنين نطوله ملعقه شاي كي يكون راح يرقد نعم وما نطولوش يشرب مشروب نعم ما نطولوش الماء موراه تكون اخر وجبه لا فيه. ما نعم. لا عصير لا حتى لما يتعشى نديروا وقت معين واحد الساعه ولا باش نطوا له نعم. ونخليوه يرقد نعم يعني فهي نعم. رائعه جدا وممكن ايضا ندهنوا بها في هذا نعم. هذا المكان نزيد نمدوا هذا نفس هذا الزيوت هذو نعم. الثلاثه نحكموا شويه نتاع فرينه نعم يعني شويه تاع فرينه مطحونه نعم. فرينه نعم. نحكموا شويه نديروا واحد صفار بيض نعم صفار بيض ونطموها تولي في شكل عجينه بالزيوت هذو نعم. نديروا ملعقه اكل ونديروا الفرينة مع أه مع صفر بيض نعم نحكموها ونحطوها له أه ابليكاسيون يعني لوكال هنا من برا نعم. نحكموها له نحكموها له بشاشه نو الاستيكي ما يكونش فيها أه المطبخ هذه مضاده للسعال وصفه للسعال هذه للسعال وخاصه نعم. يعني الكريدم نتاعها اللي عنده نعم. لهنا انفلاماسيون ولا كامل هذه نعم. ممكن ورائعه جدا ومجربه يعني رائعه جدا نعم شكرا نعم. نستفيد منك ممكن وصفات ايضا رائعة مت... نعم و... نعم أخلص. بضع ثواني بضع ثواني نعم. بالنسبه للوين خلينا نمد هذه خاطر شكر المراقبه شكرا بارك نعم الله فيك نعم مشاهدينا ناتي الى ختمه ختام برنامجنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته